تعرف إيش ممكن يصير لما يتغير اسم واحد بس؟ خصوصاً إذا كنت بتغير اسم واحد من أهم معالم مدينة جدة، راح تتغير أشياء مرة كثير، وأولها هذه اللوحة، وبتتغير زيها أكثر من 45 لوحة إرشادية في شوارع مدينة جدة. أما بالنسبة للملعب نفسه، من أهم التغييرات اللي راح تحصل هو مكان ظهور الاسم الجديد، بداية بالواجهة. وشاشات LED بين المدرجات اللي دائماً تحطم أرقام تاريخية في عدد الحضور الجماهيري، حتى على سطح الملعب. وعلى فكرة ما في طيارة تطلع من جدة ما تمر من هنا. في السنة الماضية تم نقل أكثر من 40 مباراة لعبت في هذا الملعب على 53 قناة، وذكر اسم الملعب على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 1,400,000 مرة. على فكرة هذا بس في كرة القدم، فما بالك بالفعاليات. الملعب مميز من كل النواحي، يعني مثلا عندك 18 غرفة VIP مطلة على أرضية الملعب، مجهزة بكل الخدمات اللوجستية اللي تضمن لك تجربة مميزة مع شركائك. وحتى اللونجات هنا تضمن لك تجربة ممتعة للمشجعين، وصول سريع، أكل وشرب متنوع، وأماكن مخصصة للراحة. وحتى هنا راح تشوف الاسم الجديد. هذا الصرح الرياضي له مكانة عند كل مشجع سعودي. أمس كان الجمهور يسميه الجوهرة، بس بكرة